هذا هيتر فان، طبعا هذا المشبك بيه جوا، هذا يطلع بيه الهواء الحار، طبعا هذا يدفي غرفة كاملة 10 متر يدفيه، فان كلش قوي. وهذا الشكل مالته منظر على شكل جمر مشتعل، نقدر نطفيه ونقدر نشغله، وبي درجتين، درجة يشتغل بامبيرين ونص ودرجة يشتغل بخمسة امبيرات. هذا شكله، طفي الغلاف حتى يشوفون الشكل مالته.